كل اللي أقدر أقوله لكم إن النهاردة دلال بتتزفر سمير. ربنا ما حبش إن هما يبعدهم كتير عن بعض. النهاردة هما مع بعض في جنة الخلد بإذن الله يا رب. الحمد لله على كل حاجة يا رب. الحمد لله في تواصل يا فندم كل حاجة الحمد لله. ولا حاجة هي كانت تعبانة، كانت عمالة تتشاهد وتقرأ قرآن. الحمد لله يا رب. حسيت بيه طبعاً.